بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هنبدا نعمل الخدوديه اللي احنا هنعملها اعاده تدوير. لو هنقصها قماش برضه هقول لكم في اخر الفيديو زي الفيديو اللي فات، هقول لكم لو هنقصها قماش هنعمل ايه بالظبط. خلاص، اول حاجه انا عملتها انا فكيت الخدوديه زي ما حضراتكم شايفين كده، فكيتها، سبت جزء منه اللي انا مش هحتاج ان انا افكه وفكيتها كده اهي معايا اهي، فكيت الجنب ده. مسكت اول حاجه ال 16 سنتي اللي احنا قلنا عليهم، ال 16 سنتي قست عرض الخدوديه اهو، قست عرض الخدوديه وعملت قده بالظبط. خلاص، عرض الخدوديه ده حوالي 75 سنتي زي ما احنا متفقين. عملت قده بالظبط. طيب، وبعدين مسكت الشفون قصيت برضو 16 سنتي شفون وعملتهم كشكشتهم وركبتهم كده بنفس طريقة الملاية. لو عايزين تعرفوا الكشكشة دي ازاي والكلام ده اتعمل ازاي، هو معمول في الملاية بالتفصيل، انا بس عشان ما اطولش الفيديو. بعد كده هعمل ايه؟ انا عايزة احط ده يبقى بالطريقة دي كده زي الملاية، عايزة احطه بالطريقة دي. انا مش عايزة ابوظ الوردة اللي محطوطة على الخدودية، الوردة دي كده في النص هي، انا مش عايزة ابوظها. فانا كل اللي هعمله ان انا هاجي هنا مع بداية الوردة كده، هبدأ اقص القماش كده او الخدودية، هبدأ اقصها مع بداية الوردة عشان انا عايزة الوردة دي ما اكلش منها حاجة. اهو هاخد كده من اول الوردة كده اهو، بسم الله. خلاص كده. طيب، انا بقى يعني كنت في حاجه عايزه اقولها لكم قبل ما ابدا اقص، بس مش مشكله هقولها لكم دلوقتي. انا عايزه اقيس الخدوديه كده اهو من هنا لهنا اهي حوالي 55 سنتي، او انا عايزه اخلي الخدوديه 55 سنتي. هعمل ايه؟ هركن ده دلوقتي عشان انا هعمل بيه حاجه برضو دلوقتي. هبدا اركب الاول، هبدا اركب ده على ده، بحط الوش على الوش كده واركب الاتنين دول مع بعض. اول حاجه هعملها اهو هركب الاتنين دول مع بعض اهو. اول حاجه عملتها اهو ركبت الكورنيش كده بالطريقه دي. طيب، الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ انا عايزه الجزء ده كده يبقى 55 سنتي. هعمل ايه؟ هاجي اخلي المزوره من اولها هنا عشان اعرف انا هحتاج كام سنتي بالظبط. بخلي المزوره كده وبقيس 55 سنتي اهو، 55 سنتي لحد هنا، بدخل لحد اول دي عشان انا هركب الكورنيش من اول هنا. يبقى انا محتاجه كام سنتي؟ محتاجه حوالي 11 سنتي اهو، بقيس كده اهو 55 سنتي اهو، محتاجه عشان ادخل لحد هنا عشان انا هخيط من هنا محتاجه 11 سنتي. خلاص، يبقى انا هجيب القماشه اللي انا قصيتها دي كده وهاخد منها 11 سنتي اهو، هاخد منها 11 سنتي. خلاص اهي. طيب، الجزء اللي هيتبقى ده انا هحاول مرمهوش، انا هحاول اعمل بيه كورنيشه صغيره على حرف دي، يعني احاول مرميش ده واحاول اعمل كورنيشه صغيره عشان تبقى شكلها زي الكورنيشه اللي على الملايه اهو. يبقى انا هعلم كده اهو، هعلم كده وابدا اقص 11 سنتي اهو من هنا اهو، هقصهم للاخر. وقبل ما اركبهم هاخد الجزء ده، هاخد الجزء ده كده واعمله كورنيش لدي. طيب، هعمل الكورنيش ازاي؟ انا معايا القماشه دي كده اهي عرض الخدوديه. طيب، انا محتاجه ان انا اخليها تبقى اعملها كشكشه. يبقى انا كل اللي هعمله ان انا هقسمها نصين واتنيها على الحرف خالص، هعملها تانية بسيطه جدا، وبعدين اكشكشهم في بعض الاتنين زي ما بنركب اي كورنيش اهو. هعمل كده وبعدين هشبكهم في بعض الاثنين واتنين تانية صغيرة قوي، واجي اعمل لها كورنيشة على حرف دي.
اهو عملت زي ما قلت لحضراتكم كده، مسكت الشريط ده شبكته ببعضه وعملت له كسرات كده وركبته هنا. انا بحاول الحاجه اللي حضراتكم تعرفوا تعملوها او اللي قلتها قبل كده، بحاول ان انا اعملها مع نفسي كده عشان اختصر عليكم الفيديو، عشان لو عملنا كل الخطوات الفيديو هيبقى طويل جدا. هاجي بقى اركب الجزء اللي انا قصيته ده اللي هو ال11 سنتي، هركبهم هنا بقى كده اهو. هحط كده الوش على الوش كده اهو اهو كده، واركب كده اهو. بعد ما هركب الكلام ده كده اهو، ممكن نعمل اوفر بقى من هنا، وبعدين نبدأ نحط وردات الفل بنفس طريقة اللي حطيناها للملاية اهو. ركبت ده كده بالطريقة دي كده اهو. هبدأ بقى اركب الفل كده اهو. لو حابين مش لازم الخطوة بتاعت الكورنيشة اللي على الخدادية، ونكتفي بالكورنيشة اللي هي الشفون برضو هتبقى حلوة برضو، بس انا قلت بدل ما حتة القماشة دي ملهاش لازم نستفيد بيها نعملها كورنيشة اهي. هنمشي كده عليها لحد الاخر، ونحط برضو وردات الفل من الناحية التانية زي الملاية بالظبط كده. هيبقى فاضي خطوة كده، انا هعمل الخدادية التانية برضو بنفس الطريقة مع نفسي بقى، بس هقول لكم يعني الاول بقى فاضي ان احنا نعمل بالقماش اللي اتبقى من الشفون، هنعمل بيه فيونتات حلوة جدا. هركب دي كده وبعدين نشوف. هركب الفل هنا وهرجع لكم عشان اقول لكم نعمل الفيونتات ازاي. اهو ركبت وردات الفل كده اهو. طبعا وانا قلت لحضراتكم ان الكورنيش ممكن نستغنى عنه، بس هو عمل شكل جميل جدا مع الخدادية. وادي الخدادية هي شكلها جميل جدا. المفروض ان انا باقي ان انا اقفلها بقى واعمل التانية زيها، بس قبل ما اقفلها انا هركب لها الفيونكة. هقول لكم بقى هنعمل الفيونكة اللي احنا هنحطها هنا ازاي. بص حضراتكم، انا لما ركبت لما جبت عملت الشفون وكشكشته، اتبقت معايا الجزء ده من عرض القماش، اتبقى معايا الجزء ده من عرض القماش، التانية برضه هيتبقى نفس الجزء خلاص. طيب انا محتاجة ان انا اعمل 5 فيونكات. عايزة اعمل ال5 فيونكات هعملهم بشكل معين، فدي الحتة اللي اتبقت معايا النص متر انا قطعتها يعني مقسماها كده على 5 خلاص، مقسماها كده اهي على 5 اهو. 1 2 3 4 5، عشان انا محتاجة 5 شرايط لل5 فيونكات اهو. هاخد واحدة منهم عشان انا عايزة اوريكم بس فيونكة هتعملها ازاي. هاخد واحدة منهم كده اهو كده، وهتبقى معايا 4 لل4 فيونكات. هقسم دي برضو على 5 عشان انا معايا جزء زيها بالظبط، هقسم دي على 5 برضو كده اهو عشان يبقوا ال5 فيونكات قد بعض اهو. نحاول نوسطنها نخليها قدها كده اهي كده، بقت 5 خلاص. طيب انا عايزه اخد 2 من ال5، يعني اخد فيونكه من ال5 اهو. هعمل كده وهاخد واحده منه اهو، دي كده فيونكه ونص اهي، دي كده فيونكه ونص خلاص. هاخد عليهم فيونكه ونص برضه من التانية اهي كده اهو خلاص. انا عايزه اشوف بس الناحيه الاطول النهين، هما الاثنين يعتبر قد بعض. طيب انا كل اللي هعمله هعمل ايه، هقفل من هنا كده اهو. هقفل الاول من هنا كده، فصلت الفيديو عشان هعمل فيونكه للطاق، بس انا هفصل الجزء بتاع الفيونكه ده عشان انا هعمل فيديو منفصل كده للي حابه تتعلم تعمل الفيونكه تعملها، عشان ما نحترش في موضوع الفيونكه، خصوصا الفيونكه اللي انا عاملها بالشكل ده. طيب معانا احنا هنعمل الفيونكه ازاي. معايا الجزء ده كده نقيسه كده حوالي 35 سنتي في حوالي 17 سنتي،
بالنسبة للجزء ده هيبقى حوالي 15 سنتي، 15 سنتي في 57 مجوز، يعني حوالي 54، نقول 55، يبقى 55 في 15 الجزء ده اللي احنا هنعمل بيه الفيونكة ده. طيب هنعملها ازاي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هعمل كده اهو، وهخيط الجزء ده. انا هسيب جزء كده مفتوح عشان اقلب منه الخدادية، اهو هسيب جزء مفتوح كده عشان اقلب منه، اسفه معلش، الفين اهو، خلاص كده. هاجي هنا، هي معمولة بالطريقة دي اهي، هاجي من هنا اعكسها اهي، اخليها كده اهو، هخليها كده، اخلي الخياطة في النص كده اهو، هخيطها. تمام، هخيط من الناحية التانية. خلاص اهي بقت بالشكل ده. خلاص طيب هاجي للجزء ده كده اهو، ده حوالي نخليه نص متر او 55 سنتي على حسب ما انتوا عايزين، في 15 سنتي. لو عايزين برضو تقللوا القيمة دي قللوها برضو، مفيش حاجة. هنتني الجزء ده كده اهو، هتني الجزء ده كده كده. كل اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا، انا تانياهم اهو اهو كده، هاجي هنا اعمل دي كده اهي، هتنيها كده اهي، هعملها زي سنبوكسة كده، واقص الزيادة دي اهي اهي. خلاص اهي بقت بالشكل ده، قصيت الجزء ده اهو. هبدأ اعمل ايه بقى؟ هاجي هنا في النص، يعني هبدأ اخيط كده واسيب برضو جزء في النص، هبدأ اخيط كده اهو كده، بسم الله اهو، وبرضو هسيب جزء في النص عشان اقلب منه اهو. خلاص اهي بقى معايا الجزء ده كده بالطريقة دي. تمام طيب انا هقلب كده الجزء ده كده اهو، عايزة بس اعمل كده اشرشره كده من هنا كده اهو، عشان يبقى مظبوط معايا. وهبدأ اقلب كده، وبرضو هقلب الفيونكة التانية كده اهو، هقلبهم. بقيت معايا الجزء ده كده اهو، المربع ده كده او مستطيل شوية، ومعايا الجزء ده قفلت حتة صغيرة كده اللي انا كنت سبتها مفتوحة، قفلتها عشان ما تبقاش مفتوحة. هاجي كده اجيب وردات الفل واحط على ال ده كده، احط عليها وردية فل اهي، بسم الله. اهي هحط من الناحية التانية. بالشكل ده كده. طيب هاجي بقى هعمل ايه تاني؟ هاجي اخد دي كده اعملها كده زي ما بنعمل الفيونكة العادية خالص اهو، بعملها كده، وبعدين بمسكها من النص كده اهو كده اهي، وببدأ اركب دي فيها اهو، بمسك دي كده اهو اعملها رفيعة كده، وبعدين اربطها فيها اهي، هخلي بس الاتنين قد بعض كده اهو، وبعدين اربطهم في بعض كده اهو اهو. كده عايزه اخلي دي تبقى جنب دي كده اهو اهي، هتبقى بالشكل ده. طيب هعمل ايه تاني بقى؟
هجيب برضو وردية الفل واركب فل هنا وهنا اهي. وده كده شكل الفيونكة بعد ما اتعملت، شكلها حلو جدا اهي اهي، وبتتعمل بطريقة مبسطة جدا اهي. خلاص تعالوا بقى نركبها على الخضرية كده. الفيونكة اهي، عملت بدبوس كده وسطنت الخضرية، قسمتها نصين وعلمت بدبوس، وهاجي في الدبوس كده احط النص بتاع الفيونكة كده، وهبدأ اركبها اهو كده على دي اهو، هثبتها بس كده من النص اهي. هي احنا عايزين نبقى تبقى الفيونكة كده اهي، هثبتها كده من النص. باقي بقى ان انا اهو باقي اقفل الخضدية وارجع افرقه عليها، وبرضو هنعمل باقي الفيونكات ونركبها للملاية، وهوريكم الملاية بعد ما تركبت الفيونكات. وده كده شكل الخضدية اهو بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم ان هي طالعه تحفه، جميله جدا 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 اهي، موديل حلو قوي. هننفذه مع بعض ان شاء الله قريب جدا، هننفذه معاكم بالقماش عشان نقول هو خد قد ايه قماش بالظبط، ونقص الخدادية مع بعض، ما تبقاش خدادية جاهزه كده، نقصها مع بعض قماش، لان هو فعلا موديل جميل جدا وشيك قوي 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 اهو. باقي بقى قبل ما اختم الفيديو ده هركب الفيونكات للملايه، وبعدين افرقكم عليها، وبعدين نختم الفيديو عشان تشوفوا الملاية كمان على الطبيعة. وهبقى اوريه لكم برضو في اول فيديو، في اول اي فيديو كده وهو مفروش على الطبيعة ان شاء الله اهو. طيب هنشوف بقى نعمل الفيونكات للملاية بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الفيونكة دي، وهنشوف الملاية. تعالوا بقى نتفرج على اخر جزء في الفيديو، الملاية بعد ما ركبنا لها الفيونكات. الاول انا ركبت، لقيت الشريط الفل فاض معايا، فركبت على اول حرف الكورنيشة كده فل، برضو عمل معاها شغل حلو قوي، خلاها شكلها جميل جدا. تعالوا بقى نشوف الفيونكات اهي. انا ركبت 3 فيونكات واصطنتهم كده على الملاية اهي، اول واحدة اهي، وبعد شوية واحدة اهي اهو، دي كده في النص بالظبط، وبعد شويه برضو. يعني انا الاول اول واحده ركبتهم ازاي، اول واحده نصصت الملايه نصين وعلمت، ورحت مركبه اول واحده، بعد كده اخدت شبرين ورحت مركبه التانية، واخدت شبرين الناحيه التانية وركبت التالتة اهي اهي. شكلها عايزه اقول لكم ان هي جميله جدا، موديل حلو قوي قوي الموديل ده، نفذوه هيعجبكم جدا. يا رب يا شوشو تتهني بيه يا رب، الف مبروك عليكي وتتهني بيه. وبعدين هنحاول نخليكي بقى تصوره لنا على الطبيعه وهو مفروش، عشان برضو نفرجه لحبايبنا اللي اتفرجوا معانا على الفيديو. الناس اللي لسه مشتركتش اشتركوا، لو بتستفيدوا من القناه اشتركوا، لو الطقم ده عجبكم حاولوا تشيروه لاصدقائكم عشان يستفيدوا بيه ويعملوا الموديل ده. الموديل ده جديد وحلو قوي، طلع في يعني هو في الصوره شكله جميل، وفي الطبيعة طلع أجمل كمان من الصورة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. برضو هنحاول بقى نعمل فيديو سريع كده نفرشه، ونعمل فيديو سريع كده نفرجكم عليه على الطبيعة وهو مفروش على السرير. أشوفكم على خير في موديل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.